بسم الله الرحمن الرحيم. الزملاء الأعزاء، معقولة حلقات أنت تسأل والقانون يجيب. ورد للمركز الإعلامي بنقابة المحامين سؤال من أحد المواطنين بيتساءل كيف يحصل على نصيبه في الميراث إذا كان أحد أشقائه هو وضع اليد على التركة أو على العقارات الخاصة بالتركة. الحقيقة إحنا عايزين عشان نناقش هذا الموضوع لابد أن نقر بأن أغلب الملكيات والعقارات في مصر غير مسجلة. عشان كده بدأت الدولة تهتم بموضوع إعطاء رقم قومي لكل عقار، ودي نقطة في منتهى الأهمية للقضاء على الخلافات الطويلة بين الورثة في شأن قسمة العقارات. بيرد أيضا نص قانون بيعاقب بالحبس على امتناع الوريث عن تسليم الحصة الخاصة بأحد الورثة. طبعا احنا عارفين ان القانون ده صدر سنة 2017، وهو قانون 219، وتحديدا نص المادة 49 وضعت عقوبة الحبس والغرامة، الحبس بما لا يقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه ل3 حالات. من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه من الميراث، الصورة الثانية من حجب عمدا سندا يؤكد نصيب الوارث، أو من امتنع عن تسليم المستند هذا السند حال طلبه لأحد الورثة. والمشرع راعى العلاقة وصلة الرحم بين الأشقاء أو بين الورثة، فقال إنه يجوز التصالح في أي حالة تكون عليها الدعوة، حتى ولو بعد أن أصبح الحكم باتا، يعني حتى تجاوز جنح مستأنف وراح النقض أو فاتت مواعيد الطعن بالنقض، يجوز هنا التصالح، بل امتد الأمر إلى أنه أثناء التنفيذ يجوز التصرف في مثل هذه الجنحة. عشان كده بنقول للسائل تستطيع إذا كان بينكم يعني قسمة رضائية أنك تبعت إنذار لشقيقك ده المتعنت، تقول له أنا بطلب منك تسليمي نصيبي أو حصتي من التلك. طيب إذا ما كانش بينكم نوع من القسمة والأمر بينكم على المشاع، فأعتقد وده طبعا في ناس كده بيقول القضايا دي فيها المحكمة بتنتهي فيها بالبراءة، أكيد هتنتهي بالبراءة، لأن نفس اللي أنت بتطلبه هو نفسه لا يملك حصته مفرزة، فهي التركة كلها شائعة، فليس أمامنا إلا القسمة والفرز والتجنيب ودعاوى المحاسبة أو الريع خلال الفترة دي إذا كان شخص بيستأثر بريع من هذه التركة. نتمنى ان احنا نكون يعني وفقنا في توجيه هذا الشخص. طبعا احنا بنقول له حاول مرة واثنين ثلاثة وديا بصورة ودية مع اشقائك نظرا لصلة الرحم، ثم اذا استعصى الامر فامامك انذار ثم محضر الشرطة اللي هيكون في تحريات المباحث وسؤال رجل الادارة ومستنداتك بقى اللي بتثبت نصيبك واعلام الوراثة، الكلام ده تقديري بعد كده أمام المحكمة وأمام النيابة لبحث المسألة وعما إذا كان تستطيع أن تحصل على حقك من خلال هذا الأمر أم لا. وفي النهاية بنشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.